اهلك ما بيعرفوا حجم الصعوبات والضغط يلي انت عم تمر فيه، ما بيعرفوا انك بتسكر باب غرفتك لتنام وبتسهر للصبح وانت عم تفكر ببكره، بكره يلي صار بخوف. زملائك بالشغل ما بيعرفوا ظروف حياتك وبيتك وتفكيرك كيف بدك تساعد بيتك بالمصروف وكيف بدك تأمن حدا من اهلك. هذا التفكير بيخليك تكبر كل يوم بسنه. شريك حياتك يلي بينطر منك دائما الحب والدعم وما عم يفهم انه الدنيا برا عم تاكلك وانت يلي بدك مين يدعمك. الخلاصه ما حدا رح يحس فيك غير حالك. استمر، كافح، صبر، لانه رح توصل. تحيه مني لكل شخص لسه مستمر، انا وانت قد ما طال الوقت رح نوصل. ضيفتنا اليوم هي آية، مو بس باسمها، هي آية باسمها وجمالها وأناقتها وعفويتها. عم بحكي عن توب آية زيدان، صارت معي. مرحبا آية. هاي، كيفك؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ ثانك يو على المقدمة. إيه خليلي ياك، أنا كثير مبسوط اليوم لأنه هلا مثل ما قبل التصوير كنا عم نحكي عم نتذكر إنه أنا وياك معرفات من وقت ما كنا صغار. صحيح. أولاد مدينة واحدة ويمكن كمان بيوتنا قراب على بعض. صح صح. هلا أنا كنت بعرف إنه اسمك آية، بس اللي الشيء ما بعرفه إنه حنكبر وحكون انا المذيع وانت ضيفتي بانستوب. كثير مبسوطين فيك. وانا بالاكثر والله. كيفك؟ فخوره فيك، فخوره بالشيء اللي عم تعمله. يا ربي خليلي ياكي. كيفك؟ تمام تمام الحمد لله. اذا بدنا نبلش انه اليوم كيفك بالظروف الصعبه، كلياتنا اليوم عم نمر بظروف صعبه، كيفك انت من جوا اليوم؟ انت اليوم مبسوطه، قادره يعني تكوني منيحه تتعايشي مع الظروف، كيفك آية؟ اول شيء الحمد لله على كل شيء طبعا، ان كان سلبا او ايجابا بمر بحياتنا. اي حياه فيها مطبات واي حياه بالعالم، خصوصي بالظروف اللي احنا عم نمر فيها بسوريا، عم يقطع علينا مشاكل وقصص، بس كله بالنهايه يعني بدها تخلص، ما في شيء رح يضل على حاله، وهذا الوقت رح يمضي رح يمضي. ايه تماما، مثل ما بيقولوا هذا الوقت رح يمضي سوف يمضي سوف يمضي. فالحمد لله انا ممتنه لاي شيء بحياتي وفخوره بالشيء اللي انا عم بعمله. ونحن فخورين فيكي يا آية. وتعقيبا على كلمه انك ممتنه، الامتنان هو طاقه، يعني اللي بيمتن هو بتلاقيه دائما سعيد، طاقه ايجابيه له للي حواليه. لكن انت اليوم اللي اعطيتينا طاقه ايجابيه بلا ما انت تحسي. شكرا شكرا. آية، شو مجال دراستك؟ انا دارسه بزنس. دارسة بزنس. وايمتى تخرجتي؟ هلا هي السنة المفروض انه اتخرج. اه لسه ما تخرجنا؟ لا يعني. بس لانه صار ظروف، مو انا تزوجت وانتقلت على الشام، انا جامعتي باللاذقية كانت بتشرين؟ ايه ولساتها بتشرين، فكان عندي مثلا السنة الماضية ما قدرت اني اطلع قدام وهيك، فهي السنة ان شاء الله. هلا انا حاسة حجة. لا لا لا، حاسة حجة انه تزوجت ونقلت، السنة بدنا نتخرج يعني. اكيد. وبدنا ناكل شوكولاتة وضيفينا. يلا ان شاء الله يا رب، ونقول لك الف مبروك. يعني كل هذا اللي عم تعمله بلا شهادتك بصراحة يعني ما كأنك عملت. مضبوط، ما كأنه شيء. اليوم آية على الانستغرام، لما مثلا بنقول مين في صبية حلوة على الانستغرام هيك أنيقة العالم بتحبها وبتتابعها، فأكيد حيكون اسم آية من أول ثلاثة، ما حقول الأولى، خلص خلينا نقول أول ثلاثة ونكون متواضعين، حينذكروا آية زيدان. فالشيء اللي أنت اليوم وصلتي له، هل هو من إنه عفوي؟ أنت مثلا لقطتي صور وشفتي الناس تفاعلت وكبرت صفحتك هيك، ولا أنت هذا الشيء كان عن سعي وتفكير وأنت بدك على هذا الشيء؟ لا، هذا المجال انا اساسا ما دخلت فيه بمحض الصدفه، يعني انا من زمان كان طموحي، يعني انا بشوف حالي بهذا الشيء. برافو. يعني بشوف حالي، فوقت اللي صارت الفرصه انه انا افتح بروفايلي وبلش اشتغل عليه، يعني كنت عم بعمل كل الشغلات اللي انا مفروض علي اني اساويها كرمال انجح ولاقي حالي عم بتقدم بهذا المجال. حلو، انت مشيتي خطوه خطوه مثل ما اذا كان نقول. آية، مع انه انت مالك كثير زمان يعني، بس ما شاء الله يعني انت اليوم قطعتي كثير اشواط بسرعه. الحمد لله، انا بشوف انه هذا رضا من عند الله بصراحه، وقبول من العالم، يعني صح. فكره القبول عند العالم كثير مهمه. تمام، هو القبول من العالم بيلعب دور كثير كبير، يمكن 50% طبعا من العالم تكون متقبله آية وبتحبها وبتحب انه تتابعها اكيد. الحمد لله. اليوم اي شاب او صبيه آية بيخلص جامعه، فانه بده يصير مثل الفنان المفضل، مثل الشخص المفضل اللي بيتابعه على الانستغرام، بحب اليوم كلياتنا بحب حياه الشهره. انت برايك اليوم اي شخص هو من حقه يكون مشروع على الانستغرام؟ يعني في مقومات واسس لازم تكون موجوده عند هذا الشخص حتى ينجح على الانستغرام او حتى مع السوشيال ميديا باي مجال حياتي فيه شهره؟ ايه طبعا. موضوع الشهره ما فيك تعطيه لمين ما كان، اي واحد قرر انه هو بده يصير مشهور فانا بصير مشهور. لا، انا برايي انه في مقومات الواحد لازم يشتغل عليها، اسس صح الواحد يتعب عليها، لانه حتى لو انشهر بالبدايه بطريقه غلط صارت كلياته حيختفي بعدين، يعني بعد وقت معين. فانا بلاقي انه لا، فكره المصداقيه بين العالم، فكره مثل ما عم نقول نحن القبول من طرف العالم للشخص، انك تكون طبيعي، ما تحسه انه انت جاي من كوكب ثاني وقاعد مثلا عم تفوش عليهم، مو ظابط هذا الموضوع ابدا. يعني انا وحده من العالم، انا عم صور حياتي مثل ما هي بصراحه، لا بجملها ولا بغيرها ولا حتى بعمل اي شيء لحتى ابهر العالم،
بالنهايه هذول العالم عم يتفرجوا علي مثلي مثلهم، عرفت؟ فانا الفرق بيني وبين انا عم بعرض حياتي، هن عم يتفرجوا على حياتي بدل ما هن عم يعرضوها بس. هاي هلا لفتني الشغله عم تقولي لي انت بتطلعي عفويه، يعني مثل على الواقع تطلعي على الانستغرام 100%. في كثير ناس اليوم بيصنعوا حياه وهميه على الانستغرام. انا كثير ضد هذا الشيء، يعني قبل ما يضحكوا على العالم يضحكوا على حالهم صراحه، عرفت؟ فانا لا بدي اضحك على حالي ولا بدي اضحك على حدا، فانا حياتي هي نفسها، ما في داعي لا جملها ولا حتى حليها. انا الشغلات المواقف الظريفه اللي بتصير معي صورة انا وزوجي، ثياب لبستهم، وات ايفر، يعني شو كانت السيره اللي انا عم بعرضها، فهي نفسها ذاتها عم تنزل على انستغرام. نفسها بتنزل على الانستغرام نفسها. عدد الفولورز بيغرك شيء؟ يعني كنت هلا وياك عم نحكي انه انت من فتره كان 25، اليوم ما شاء الله 50. بحكي لك قصه، لما فتت بدي اعمل لك فولو على الانستغرام، قبل ما اعمل لك فولو زادوا 25 عندك، وبعد ما اعمل لك فولو زادوا 100، ما شاء الله صفحتك مثل ما بيقولوا اكتف كثير. فمثلا بكره بعد سنه ان شاء الله صاروا نص مليون مثلا ان شاء الله، هذا الشيء بغير رقم هذا الفولورز اليوم بغير مثلا آية بتتغير نفسيتها او شوفتها مع العالم؟ لا طبعا، ما هن هدول العالم هن اللي راح يكونوا موصليني لهي المرحله، فعلى اي اساس انا بتغير؟ يعني انه في ناس بتتغير على فكره، او بتقيم نفسها من خلال هذا الرقم بحياته الرقمي. انا هلا فيني اشتري لك فولورز، انا هلا بصير 3 مليون، ما حد يعني ما حيفرق علي الموضوع. مزبوط. بس انا لا بفضل دائما، وهي دائما الكلمه بقولها انا، اذا بطلع كل يوم فولور فولور انا رضيانه، بس يكونوا ريل، يكونوا عالم اكتف وعم يتفاعلوا، ويكون هو حابب يعمل لي فولو، مو انا مثلا عن طريق مسابقه ولا عن طريق اي شيء يجيب الفولور اجباري. يعني صح تمام، هي قصه المسابقات كثير. انا يعني انا ايه ما بحب. مزبوط حكيت. اليوم اي شخص بيعمل شيء ناجح والعالم بتحبه وبتلاقي قبول، فهو حيكون معرض للانتقاد، حيكون معرض من الحكي من العالم، يعني بدهم يحاولوا يفشلوا ما يكمل بالنجاح اللي هو فيه. فاكيد آية انت معرضه لهالمواقف، احكي لي كيف تتعاملي مع هدول القصص، مع الانتقاد، مع حكي العالم؟ هلا الانتقاد نوعين، يعني واحد انتقاد بيكون هو بناء وبيكون في حدا عم ينتقدك لانه حابب انه يغيرك للافضل. صح. ممكن بغلطه انت عملتها بموقف انت ساويته. انا هدول العالم يعني هلا بتشوف بقبل مسجاتهم بتناقش معهم وبتشكرهم، ايه وبتشكرهم انه مثلا قالوا لي انه هي الشغله انا غلطت فيها، لانه بالنهايه هدول ما قصدهم اذى، يعني هدول العالم قصدهم محبه. بس في عالم وقت الانتقاد بيروح لمنحى مثلا فيه قله ادب او قله احترام لإلي، فالتعامل معه بيكون يا تجاهل يا اما بلوك، يعني ما بعذب حالي بالموضوع. تمام، بنريح حالنا ونعمل لهم بلوك وحكوا بقى على كيفكم. تمام، على مثل عم تحكي انه ناس بتبعث لك وكذا، فانت بالحياه الواقعيه كمان شخص اجتماعي؟ كثير. احكي لي. كثير، يعني انا من العالم كثير بحب يتعرف على عالم جديده. حلو. وبحب انخرط بالعالم، وكثير بامن انا كل ما تعرفت على شخص جديد انا في تعلم منه، بتعلم منه شيء جديد يعني. صح. وانا حدا كثير بيلقط من العالم شغلات، فاي حدا قعدت منك لا 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 اطلبني قولي لي المثابره اللي انت فيها هلا لا وصلتك لهون. ربي يخلي لي اياك يا رب. آية اليوم انت بتعتبري، لكن عم نحكي البنت حتى تستقل ماديا، شيء مهم اليوم تستقل ماديا البنت حتى لو كانت متزوجه؟ طبعاً. برايك هذا شيء مهم؟ طبعا. لانه هي بتكون عم تحقق شيء لحالها بغض النظر عن موضوع الماده بحد ذاته، يعني انا دائما بربط الاستقلال المادي بنوع من الحريه يعني. طبعاً. انت ما بتحصل على حريتك بشكل كامل لحتى يكون انت يعني مصدر دخلك هو منك، ما حدا متحكم فيك ماديا. صح، هذا لا حتى اهل ولا حتى زوج، ما حدا يفكر له علاقه القصه. لا تماما، في عاميات نحن يعني عم نحكي عنه. اي لازم الواحد يستقل ماديا. اكيد يحصل الحريه. واصلا انا يعني وقت اللي بلشت مثلا انه انا اطلع مردود مادي لإلي، حتى ثقتك بحالك بتتغير، تحس حالك عم بتنجز، يعني انت مانك بس انتج. شخص اي عم تنجز، سوري، مو بس شخص مستهلك، يعني انت بتاخذ مصروفك من حدا ولا حدا بيعطيك، لا، وقت اللي انت بتطلع مثلا حتى لو كان قد ما كان مبلغ بسيط بتحس انه انت تعبت لحتى وصلت لهيدا المبلغ. اليوم الانستغرام عم يكون مصدر رزق لإلك؟ ايه. هلا باول فتره لا، يعني ما كنت حاطه ببالي هذا الموضوع، وقت اللي بلشت اشتغل على الموضوع اكثر وبلش يجيني عروض، فلا فكرت بالموضوع انه لا انا فيني بخليه يكون مصدر دخل لإلي يعني. تمام. هلا في صديق لإلك، هو صديق، هو حبيب، هو البيست فريند، هو فارس. صح. اول شيء الله يخليكم لبعض. ثانك يو. ادائكم تماما مع بعض. انا بعرف فارس بال 2019 خطبنا، وبعدين يعني احنا كانت فتره الخطبه والزواج بسنه واحده تقريبا. ما شاء الله سريعه. تزوجنا بكورونا.
شو رايك اليوم آية اليوم المؤسسة الزوجية وخاصة بهذا الوضع عم تكون كثير الناس عم تحكي وعم تبعد عنا انه اليوم ظروف صعبة وما بيكون في تفاهم والعالم الشباب والصبايا فرع يملوا من بعض، يعني بنشوف انهم يتزوجوا من هون بعد سنة ممكن بعيد الشر علينا يعني كلياتنا عم يتطلقوا مثلا. المؤسسة الزوجية آية اليوم انت شو رايك فيها كونك لك سنة عايشة فيها؟ صراحة من أحلى الخطوات اللي أنا عملتها بحياتي على الصعيد الشخصي بالنسبة لي. أنا تزوجت الشخص اللي أنا بحبه وبعتبره رفيقي ومصدر الدعم لي ومصدر ثقتي ومصدر قوتي، فالحمد لله أنا يعني بشوف حالي كتير محظوظة بهذا الشيء. وهي فكرة الزواج بحد ذاتها أنت اللي بتقدر تساويها حلو وأنت اللي بتقدر تنفر منها. يعني أنا بتعامل مع فارس نحن بالبيت كأنه اثنين رفقات مع بعض، عرفت؟ يعني بحكي له أسراري بحكي لي أسراره وبنقعد نتسلى مع بعض، ما بنعطي هي الرابط إنه نحن هلأ متزوجين رح نعيش حياة الزوجية بقلب البيت، لا لا، يعني الموضوع أبسط من هيك. تماما هيك سلس أكتر يعني. تماما هيك بتبعدوا الملل يمكن. طبعا 50,000 فلوس على الانستغرام وكتير كومنتات تجي وناس على الدايركت بتبعت. فارس ما بيغار ما بيعلق على الموضوع، فارس عم يسمع سلامات لفارس. كيف يتعامل مع الموضوع؟ يعني اكيد كثير اصلا بيوصلني هذا المسج السؤال ذاته على الدايركت مسج عندي انه زوجك ما بيغار. اكيد زوجي بيغار. اوكي بس في غيره عن غيره بتفرق. اول شيء زوجي حدا كثير واثق بحاله قبل ما يكون واثق فيني، فهو بيعرف حاله كثير منيح بيعرف شو عنده، ف يعني ما بحس بيهزوا هذا الموضوع، عرفت؟ يعني اساسا الكومنتس هي دائما كلها بنطاق كثير مرتب وكثير محترم، فما في حدا يعني ما في شيء بيضطره انه هو يغار بطريقه مزعجه. تمام، انت بتحسي انه هي ثقه هو بيعطيك اياها؟ جدا. كيف تتعاملي معها؟ كيف ممكن تقابلي له اياها انت؟ مسؤوليه كثير كبيره بالنسبه لي، يعني خلص احترامه قدام العالم وحتى على السوشيال ميديا هو فرض بالنسبة لي. يعني ما بعمل ولا شيء ضايقه ولا بسمح لأي حدا يعمل أي شيء ضايقه عندي على الأكاونت. يعني حلو، ممكن تقول له مثلا تعال شوف هذا شو بعت لي أو هي مثلا شو بعت لي. أنا وياه بنقعد نقرأ المسجات ونقرأ الكومنت ونتسلق. تمام، اليوم بهالظروف الصعبة آية مطلوب من البنت إنه تكون بنت قوية. يعني احنا مثلا من زمان بنسمع انه الشاب لازم يكون قوي قد حاله يحفر بالصخر، اليوم بهالظروف البنت مطلوب منها اذا ما كانت بقوة الشاب تكون كمان اقوى. مو مطلوب، مفروض عليها. مفروض بهالوضع صح؟ يعني ما عندها خيار. انا برايي وهي البنت اساسا هي قوية بس هي ما بتعرف حالها انه هي قوية لتنحط بموقف لتثبت هذا الشيء لحالها. يعني هي بفطرتها هي حدا قوي بس هي ما عم تكتشف هذا الشيء. فأنا برأيي لا، مفروض عليها أنه هي تكون قوية لأنه هي بتقدر تعمل كتير قصص وقت اللي بتوعى على حالها. هي القوة المصدر اللي عندها إياه من جوات. ممكن نقول أنه البنت ما عم تكتشف اليوم أنه هي قوية من وراء نظرة المجتمع أو الشيء اللي احنا ربينا عليه. طبعاً أنه ممنوع وحرام وعيب ومدري شو. 100% كيف طبعاً المجتمع دائماً ما دير دانك تطرشل المجتمع. أنا برأيي يعني دائما في شغلات طول ما انت عن جد عم تمشي صح وانت ما عم تأذي حدا فلا خليك ماشي بطريقك وحط هدف قدامك انه تضل عم تمشي على هذا الهدف بغض النظر. اكيد حتتعرض لانتقاد، حتتعرض لتجريح، حتتعرض لحدا يكسرك او بس بالنهايه يعني الصح راح يوصل. راح يوصل اكيد، هذه كلها تجارب وبتقوينا 100%. انا كثير يعني اي درس بالحياه سوري اي مطب بتوقع فيه انا بحسه بيقوي اكثر لتوصل لهدفك اسرع. اكيد هاي اليوم كل مو حقول كل ثلاث ارباع البنات وخاصه على الانستغرام بيشبهوا بعض، يعني مثلا لما نقعد بمطعم فبتمر بنت ثاني يوم بتمر يمكن نفسها يمكن مو هي ما حد تعرفي، عرفتي؟ فهنا صار يقولوا في مقوله بيقولوها انه كنا عند نفس الدكتور بيعمل العمليات، فبتحسي انه آية اليوم لانه هي جمالها طبيعي لانه هي هذا الجمال اللي ما عاد بقى العالم شافه انه كله عم يغير بحاله اليوم، آية ظلت مثل ما هي، فانت بتحسي انه هذا الشيء اللي خلى العالم انه تحب تتابع آية تحب تشوف آية اكثر؟ ممكن يعني ممكن بصراحه لانه حتى هدول القصص كثير بتوصلني انه نحن كثير بنحب انه انت هالقد طبيعيك اذا بتريدي لا تعملي شيء بحالك كثير بوصلني هدول المسجات. ف بحس كثير لازم احافظ على هذا الشيء اللي انا فيه بزمن بجوز قلت كثير قلت انك تضل طبيعي ومحافظ على حالك. انت بتفكري مع الايام مثلا انه تساوي شيء مثلا حاطه ببالك؟ لا هلا هلا في شغلات رتوشات صغيره لحتى انت تضل محافظ على رونقك هي شيء لحال، بس انه انا العب وغير بخلقه الله وهيك انا بحس انه لا. يعني انا الحمد لله انا مقتنعه بحالي ورضيانه يعني بهذا الشيء اللي عملته. برافو، الحمد لله الحمد لله. اذا نحكي عن الدعايات والستوريات، انت اليوم آية بتكوني حريصه على الدعايه اللي بتنزليها؟ طبعا. يعني مثلا ممكن انت تجربيها قبل او مثلا حطيتي بموقف ان عملتي دعايه ام
قالوا لك العالم انه مثلا ما طلعت منيحه انه ليش عم تعملي دعايه؟ انت كيف بتفكري قبل شو بتحطي اسس رح تعملي دعايه ليش؟ انا بقول لك انا بحط حالي محل العالم. حلو. يعني انا بحط حالي انه انا شفته لهذا البرودكت مثلا وجربته. اذا ما طلع منيح شو ممكن تكون رده فعلي على المعلن يعني اللي رح يكون اللي نزل هيدا البرودكت. فلا انا دائما بحرص انه يعني انا الدعايات اللي ما بقبلها اكثر من الدعايات اللي بقبلها لانه كثير بيهمني موضوع شو الشغلات اللي انا عم بنصح فيها العالم. هي شغلات تلاقيني على الستوري انا عم جربها قدامهم يعني انا عم بعملها قدامهم على الستوري لحتى يتاكدوا انه هذا الشيء مثل ما انا عم بنصحكم فيه انا عم جربه على حالي قدامكم يعني وعم بعطيكم نتيجه عليه. فكتير بيهمني موضوع المصداقية بين العالم. بالنهاية إذا فقدت مصداقيتك كتير شيء بشع يعني. صح صح أكيد. هلأ اليوم آية صبية وشبع خلينا نتناقش هيك يلي كبر وخلص جامعته وعم يشوف هالظروف صعبة وأحلام مكسرة تكسير. في كتير عالم اليوم عم تلجأ متسافر وناس بتقول لا لمين نترك هالبلد خلينا نضل عم نجرب. تعالي نتناقش أنا وأنتي شو بدنا نساوي شو بدنا نساوي اللي عم يسمعونا. لا بقدر لوم يعني عم بسافر وما يعني ما بقدر يعني ما فيني اقول لك غير انه الله يفرج على الكل بهدول الظروف اللي احنا عم نعيشها. بس انا برايي لا، اذا انت بالبلد قدران تنجح وبرات البلد قدران تنجح يعني هي المشكله فيك انت. يعني انت وين ما انحطيت فيك تنتج فيك تنتج. تكون كلياتنا عم نمر بنفس الظروف الصعبه. ايش معنى هذا الزلمه ناجح وهذا الزلمه مو ناجح مع انه اثنيناتهم بنفس البيئه؟ فلا يعني الموضوع بيرجع لشخصيتك وإيمانك فأنا بقول لا يعني الحمد لله أنا بشوف البلد إن شاء الله عم تصير لشيء حلو يعني يا رب. بس لحتى تصير شيء حلو كمان كلياتنا بدنا نكون يعني إحنا عم ندعم لحتى تصير شيء حلو هاي البلد وعم نضل عم نشتغل فيها. أكيد سافية يا كاستقرار برا البلد لا، بس بحب انه يكون دائما عندي في البلد ثاني ضل اطلع وانزل عليه كنوع من الاقامه مو اكثر. تمام. انت بالبيت كم اخو واخت؟ عندي اخت واخ. اخت واخ شو اسمهم؟ علي وزينة. علي الله يخليك اياهم يا رب. علي حننتقل وانت لفقره الشاشه. حيطلع معنا فيديوهات وصور نعطي عليهم كومنتات انا وانت. اول فيديو حيطلع معنا هذا الفيديو انا لقطته على انستغرامي. صحيح. بدك تحكي لي هلا انت قصته بعد ما نشوفه ونشوف هالمفاجاه الحلوه اللي كان عامل لك اياها فارس بهاليوم. لا ومو بس يعني جايب لك الشله كلياتها. احكي لك القصه الحقيقيه لهذا الفيديو. انا ما عملت عرس يعني انا صار ظرف انه انا تزوجت بفتره كورونا فبتعرف انت ما كان في وقت اعراس وهيك يعني واصلا وضع البلد كان كثير مكركب فبتحس انه انت ما انك بوضع قادر تعمل عرس هلا ما بتعرف الدنيا لشو رايحه. صح. احنا كنا بوضع تسكير وحجر وهيك ومشت القصه ونحن تزوجنا وهيك. هون كانت الانيفرساري الاولى لنا وكنا اوريدي باللاذقين احنا كلياتنا ففارس طلع متفق مع رفقاتنا كلياتهم انه هو عامل الانيفرساري فعملها كبيره شوي كبرت كنوع من التعويض انه انا وياه ما عملنا عرس فعمل هيك مثل شغله كربوجه على الشط لانه انا وياه بنحب يعني فكره يعني الاحتفالات على الشط حتى عرسنا كان بده ينعمل نفس الثيم لو حلو برافو. انت كنتي حاسه او يعني ابدا يعني بتوقع هي اول مره عن جد بنصدم فيها كنا. الله يخليكم لبعض. هلا الفيديو الثاني اللي حيطلع هو له علاقه بالاولاني خلينا نشوفه ونسمعه. هلا هي المناسبه هي حفله هالوين خلينا نقول وهن كانوا حابين يروحوا لهنا وكانوا جريئين جدا لانه هن لما اجوا لعندي الفيديو العادي طلبوا مني انه يروحوا للاكستريم يعني هي الشغله كانت كثير مميزه بآية وزوجها سلم عليهم في غير كم اشخاص يعني لا بدهم يحافظوا على الحاله الجماليه بس بنفس الوقت هن بدهم يكونوا عم يروحوا بحفله هالوين. فرح خير وجهه تحيه اكيد اكيد فرح. من فتره كانت ضيفتها بانستا وانا سالتها انا شفت الفيديو اللي انتم كنتوا عاملينه بالهالوين وسالتها فهو هذا كان جوابها وقالت انه انت وياه انت وفارس اسف طلبتوا انه تروحوا الاكستريم. كثير يعني هذا الفيديو كثير انتشر على السوشيال ميديا. كثير كنا حابين نعمل يعني كانت اول مره نحن بنروح حفله هالوين وبدنا نعمل شيء للهالوين سوري. اوكي. فلا انا ماني من العالم اللي بحب انه تعمل شكل يعني خلص اسمه هالوين فانا بدي اعمل شيء عن جد يكون قوي للهالوين. فوقتها استعنا بفرح حبيبه قلبي ما في اشطر منها بهالقصص ما معقول ايه.
فقلنا له انه فرح انه معك ضوء اخضر تعملي اي شيء بدك اياه، اي شيء بدك اياه. نحن خلص بدنا نلبس الشخصيات ونكون يعني بكل التفاصيل نحن متقنينا. السؤال اللي بعدها حطلع معنا ايام بظن متوقع اني حط لك اياها اكيد، هي صوره للارا وديانا، واكيد بوجه لهم كثير تحيه. أكيد. لارا وديانا انت وياهم كثير صحبه وبشوفكم دائما ستوريات على الانستغرام سوا. احكي لي من ايمت صحبه وهيك، بدي تحكي لي جمله عن لارا وجمله عن يعني. انا وياهم صحبه حتى من قبل ما اتزوج، انا بعرفهم من قبل ما اعرف فارس يعني تطلع الشام. صحبة قديمه 2016 تقريبا، وبعدين قوة صحبتنا لانه هن اوريدي صحبه مع فارس وهن شله واحده، فصرنا كلياتنا بنفس الجروب يعني. حبيبات قلبي اثنيناتهم هدول البنات، يعني من اكثر البنات اللي انا صحبه معهم هون بالشام، وهن بجننوا وكثير حدا طيبين من جوا كثير. لارا وديان، لارا حدا كثير قوي، حدا كثير عملي، حدا بيعرف كثير منيح شو بده، حدا كثير شغيل وكثير بحب هالشغله فيها يعني، وبحب قد ايه هي هالقد تعبانه على حالها يعني. وديانا حبيبة قلبي يعني محبوبة الكل، والفاشينيستا الأولى إذا بدك هلأ بسوريا، وما في أحلى منها يعني. الله يخلي لها العائلة الحلوة كمان يعني، بجنن والله. أكيد إن شاء الله يا رب دائما هيك، أنتوا دائما رفقة مثل ما أنتوا أخوة، هالجو الحلو عاملينه. خلينا نشوف الفيديو أو الصورة اللي بعدها حيطلع معنا. أوكي، هو للاعبات منتخب كرة السلة بسوريا، من فترة شاركوا ببطولة وطلعوا ما شاء الله بيضوها يعني. بس هن نزلوا فيديو قبل أول مباراة بتذكر أو شيء عم يحتفلوا فيه أو عم يعملوا هيك رقصة معينة، علما أنه كل المنتخبات المشاركة عملوا نفس الفيديو، ما بعرف إذا شفتي أنت على الفيسبوك. فتعرضوا كثير للتنمر من العالم على الفيسبوك أنه ليش وما بيصير وأنتوا بنات. فسؤالي لك، نحن أيمت بقى رح نبطل أنه نتنمر ونصير ندعم؟ يعني هدول اكيد هن وصلوا هالكومنتات وهن تضايقوا وقالوا نحن تضايقنا من الكومنتات، فبرايك نحن ايمت بقى نصير ندعم بدل ما نتنمر؟ للاسف موضوع التنمر هو من المواضيع اللي لازم بقى نلاقي لها حل بهذا المجتمع، يعني اي حدا عم يطلع، اي حدا عم ينجح، اي حدا عم بيقدم شيء غريب عن الشيء اللي هن مثلا بيفكروا فيه او متعودين عليه، فهو بيصير عرضه للتنمر قدام العالم. للاسف هذا الشيء كثير مرفوض يعني، بالنهايه مثل ما عم تقول انت بيضوها هن، فالنتيجه هي رح يوصلوا لها، رح يوصلوا لها قد ما تنمروا العالم وقد ما ضايقوهم، بالنهايه انا برايي كبوا ورا ظهرهم كل هذا الحكي يعني. في عالم عن جد ما بتعرف غير تتنمر، ما بتطلع مع الكلمه الحلوه، ما بتعرف تكون داعمه لحدا غيرها يعني. للاسف ممكن يكونوا كمان قراب مننا بس ما يبينونا. اكيد للاسف. خمس اسئله انا مجهز لك يا هون. أوكي. جواب سريع من آية بدي. إيه. جاهزة؟ إيه. هاي المفاجآت. يلا أول سؤال آية، مين أكثر بلوجر بتحبي تتابعيها على انستغرام؟ انترناشونال يعني ولا لا؟ خلينا نحكي بسوريا. بسوريا؟ بسوريا. يلا ديانا. لا مو يلا ديانا، ديانا. 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 أوكي. السؤال الثاني، بتخافي من بكرة؟ لا بآمن بالله أنا كل شيء حيكون منيح. حلو. السؤال الثالث آية، شو بتقولي لأهلك هلا عم يسمعوكي؟ اشتقت لهم كثير حبيباتي، وناطرتهم بقى يجوا لعندي هن على الشام هلا، وان شاء الله يكونوا مثل ما بيقولوا فخورين الى حد ما فيني يعني. اكيد رح يكونوا، اكيد رح يكونوا فخورين فيكي. اكيد. السؤال اللي بعده آية، لمين بتقولي آسفة؟ آسفة لأي حدا بيوم من الأيام أنا ممكن أكون غلطت بحقه، إن كان بقصد أو بغير قصد، والآسفة لحالي على مواقف بجوز أنا حطيت حالي فيها ما كان لازم أحط حالي فيها. سؤالنا الأخير آية، خلينا نشوفه، شو أكثر مقولة بتآمني فيها بحياتك؟ أكثر مقولة بآمن فيها بحياتي هيك شيء ببالك هيك دائما أنت بتقولي لحالك، تحفزي في حالك، تحبي تقريها دائما، في مقولة؟ كله متوقع ان اتي، متوقع ما تتمنى، هي شيء له علاقه بطاقه الجذب وهيك. صح، دائما انت تتفائل بالخير وتتفائل بالشغلات الحلوه بتجذبها لعندك وبتصير حياتك. صح، إن شاء اكيد الله احسن. خلينا ننتقل آية انا وانت لفقره الجيف اواي ونشوف شو عندنا هديه من آية. يلا يلا. آية وصلنا للجيف اواي. بفقرة الجيف اواي انت بتقدمي هدية انت بتختاريها لحدا تفاعل مع صورتك وحط لك لايك. فهلا بنقي نحن مين صاحب الهدية من الرقم اللي بتعطيني اياه انت هلا، شو هو حيكون؟ 15. اوه طولتي الطريقة. تعي نعد سوا آية، مين صاحب لك رقم 15؟ 3 4 6 7 8 9 10
15 سيدرا موسى. ألف مبروك إليك يا سيدرا، مبروك. رح روح هلا لعند آية نعمل لك ستوري صغيرة، خلينا نصور ستوري لحتى نقلها لسيدرا شو هي الهدية يلي رح تقدم لها إياها آية. أوكي جاهزين؟ تمام منيح. هاي سيدرا كيفك؟ مبروك. حابة أقدم لك أي نوع من الدعم المشاريع لإلك أو لأي حدا بيهمك أمره فور فري، وشو ما بدك أنا جاهزة. حلو، ألف مبروك إليك يا سيدرا، مبروك. أنا بفتخر فيكي. شكرا. وبتمنى لك يا رب سنة عن سنة أشوفك بمطارح تستاهليها وأنجح محل ما أنت بتتمني. إلي وإلك. خليلي إياكي. هلا قبل ما أختم معك بدي على كاميرتك تعطيني جملة لكل شاب أو صبي هلا عم يسمعونا. بقول لكل شاب وصبي عم يسمعوني هلا، خليكم عم تحلموا، لأن الأحلام ما خلقت غير حتى تتحقق، وأي شيء بدنا إياه حنوصل له بهي الدنيا. ضلوا عم تسعوا وضلوا مآمنين إنه بكره أحلى إن شاء الله. وبس يعني آية زيدان انبسطت فيك كثير. وأنا بالأكثر. شكرا لك. كلك زو. شكرا زين. كلك زو. ميرسي. كل مرة بنلام لما أقول إنه الجاية أحلى، وبيسألوني شو الشيء اللي مخليك دائما متفائل؟ ودائما بيكون جوابي نفسه، آمن. لحتى يكون طريقك أحلى، آمن بهالشي. فممكن بلحظة، بصدفة، تتغير حياتك. آمن بحالك وحدد اتجاهاتك عن طريق النجمة والقمر مثل ما كانوا يعملوا أيام زمان. هيك بعمرك ما بتضيع طريق. أنا استوى هلأ صار وقت أني أقفل أبواب وتذكر أنه أنت قادر بأي زمان وبأي مكان وتحت أي ظرف أنك أنت كمان تكون توب.